اذكر لعبة من ألعاب رياضية تستخدم فيها العصي. يلا العصا تستخدم في ألعاب رياضية. هذه شنو؟ شو اسمه المضرب. شنو؟ المضرب مال اي شنو؟ ايش اسمه؟ ما اعرف انا. انا اقول تقول هو المضرب هو العصا. اي مضرب. هو المضرب. هو شنو والله؟ مضرب. المضرب اي. مضرب. العصا. خطأ. بليار. المضرب شنو هو المضرب هو العصا. حدد لي نوع اللعبة. ووائل شي يقول؟ اللي دي يقصد عليه هو نفسه. شنو اسمه؟ رياضة الجولف. الجولف. نعم. خلي نشوف. الجولف. صح. احنا نريد تحدد الجولف رقم 7. اذا اخذتوه حدد نجي وياكم لو نروح وياهم. لا طبعا يلا ان شاء الله. وياكم يلا وائل. تفضل اخوي عمر. ونجي على 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 رجاء حددي لي لعبة تستخدم فيها العصي. الطفر العالي بالعصا. الطفر العالي يعني هذا القفز تقصدين؟ القفز إيه بالعصا. قفز. قفز بالعصا. القفز العالي بالعصا. الطفر العالي بالعصا. بيها عصا. إيه؟ طفر خطأ. مو طفر العالي. خلينا نشوف. إيه زا زا أسرع أسرع نشوف. وإذا خطأ واحد عندكم. اذكر لعبة رياضية لعبة تستخدم أو نستخدم فيها العصا. التنس. مضرب التنس. مضرب التنس. خلي نشوف. التنس طبعا خطأ ثاني. هذه مو عصا. هذا هي يعني أداة بها بها الشبك ونستخدمها صح. مو عصا. العصا وحدها واضحة. الآن من حقكم أن تتفقون تشاورون على جواب واحد. إذا نسمع الأخت انتصار. بيسبول. البيس بول. بيسبول. إيش أقولها؟ صح. وائل عندكم خطأين دير بالك. الجمباز. الجمباز. مع الأسف خطأ ثالث. الجمباز ضمن ألعاب كثيرة يعني على أجهزة معينة ما بيها عصا. والدليل يلا سامر اتفقتي؟ نعم ان شاء الله اتفقتي. يا الله سامر اذكر لي لعبة رياضية نستخدم فيها العصا. البليارد. بليارد. 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 الروكي او الروكت. الروكي. نعم. او الروكت. الروكي او الروكت. الروكي. هسه عندنا اثنين بليارد روكي. انت شو تقول؟ يلا محمود القرار قرارك والجواب جوابك ولازم يكون نهائي. اسمع بصوت عالي وعندك وقت. يلا. بليارد. البليارد. نعم. برافو.